هي الحلقة الأولى للانطلاق في توزيع المواد وساعة الاستهلاك، أكبر نقاط التوزيع بقسنطينة، حيث نوجد حركية وتنظيم محكم يعكس الوفرة في المواد. بمعدل 6000 بدون زيت، بمعدل 48 طن يوميا راه تتوزع. الزيت راه متوفر، كاين دي فوا كاين بلوس. تتبعنا مسار وصول هذه المواد للمستهلك رفقة أعوان التجارة، فتقربنا من المواطن لنرى ما صحة المتداول من الوفرة أو من ندرتها. نشربيه يومي الزيت، بالك كل واحد مدارين ريزرف. كل ما نعدي نلقى له يعني في الحقيقة الزيت. هذا هو الزيت الحليب. كاين قدامي ها هو ما يشريش، بصح عندي في الدار. موجود عندي في الدار واش ندير؟ كي يخلص نزيد نشري. وكإجراء عملي ضاعفت المطاحن من إنتاج مادة السميد مع المراقبة المستمرة للموزعين لضمان تموين السوق خصوصا في الشهر الفضيل. رانا عندنا الإنتاج تاعنا راهو 1300 كونتار يومي اللي رانا نوزعوا فيها هنا على مدينة قسنطينة، وراه الإنتاج راه متوفر، وبمناسبة رمضان رانا ضاعفنا الإنتاج تاعنا يقارب 2600 قنطار. نحرص على اليقظة وعلى المنتوج أنه يكون متوجه للزبون بالتنسيق مع مديرية التجارة. 73 فرقة مراقبة لتتبع مسار خاصة مادتي السميد والزيت والصهر وصولها إلى المستهلك النهائي. نظام اليقظة المفعل من قبل أعوان التجارة ساهم اليوم في حل معادلة استقرار السوق، ليصبح الدور اليوم على المواطن بضرورة التحلي بثقافة استهلاكية صحيا واجتماعيا.